مدينة نويبع واحدة من أجمل الأماكن اللي موجودة في محافظة جنوب سيناء ويمكن في مصر كلها. رحلتك لنويبع ممكن كمان تطلع معاها رحلة لطابة، لأن المسافة ما بينهم تلت ساعة بس تقريبا، غير كمان الناس اللي بتروح دهب بتيجي لغاية نويبع هنا، لأن برضو المسافة 65 كيلو بس. المكان هنا استرخاء، جبال، مية، وديان مختلفة، والمية فيها أشكالها جميلة، أو حتى الجبال ألوانها مختلفة عن أي مكان. تعالوا ناخد جولة ورحلة سريعة كده في نويبع ونشوف إيه أحلى الأماكن اللي موجودة هنا. انبهارك بجمال نويبع هيبدأ من أول ما تدخل حدود المدينة، لأنك هتمشي في طريق شق التعبان اللي اتعمل وسط الجبال، ولما توصل ممكن تسكن في كامب عيشش مجهزة على الشاطئ مباشرة. قعدتها كلها بدوية وأسعارها في متناول الإيد، يمكن أغلى كامب فيهم سعره 350 جنيه، لأن فيه كل تجهيزات لغاية التكييف. إيه أبرز الرحلات اللي أنتي بتعمليها هنا؟ نويبع، طابة، رشيطان، وبننزل على دهب برضو، وساعات محمية راس محمد ومحمية نبأ. قرية الصيادين حلوة جدا، وساعات بننزل شواطئ بيور لسا في مكان اسمه الفندق المهجور. أفضل توقيت الناس تيجي فيه طابة ونويبع امتى؟ من شهر 10 لغاية ممكن شهر 3. هو بصراحة المكان كله جميل، يعني انت من أول أصلا ما تمسك الطريق وتخش على طابة خلاص بنظر الجبال مع منظر المية، حاجة بصراحة رائعة جدا. مكان يعني زي ما انت شايف تحفة جدا، جيت بتاع 5-6 مرات وكل مرة بكتشف فيه حاجات جديدة. احنا ثالث مرة أو رابع مرة نيجي رشيطان ونقعد جنب حاجة. ميزه طابا ونويبع انك بتبعد بقى عن الحضر والتكنولوجيا والكلام ده وترجع حياه بدائيه. غالبا في نفس الميعاد باجي عشان افصل واستجم. Soy de una ciudad de Granada en España. La verdad es que no conozco mucho, pero de momento lo que más me gusta es precisamente esta zona de aquí. Es que no sé cómo se llama, pero la parte que está la zona del hotel donde estábamos todo eso. وبعد شويه راحه ممكن تروح شاطئ الترابين اللي كله كامبات وقعدات بدويه، وطبعا اسراب السمك بتعوم حواليك في كل حته. ولأن طابا على مسافة قريبة جدا، فأول نقطة بين طابا ونويبع هي خليج فيورد اللي ممكن توصل له خلال ربع ساعة بالعربية وتتفرج على أحد أجمل المناظر الطبيعية لمدينة طابا. احنا هنا في وادي الوشواشي، واحد من أجمل الأماكن اللي ممكن تيجي تزورها في مدينة نويبع. الرحلة بتاخد 20 كيلو ماشي وسط الصحراء والجبال، وتعمل رياضة الهايكنج انك تتسلق الجبل لغاية ما توصل لبركة المياه الجميلة دي. هي بركة مياه عذبة بتتكون من هطول الأمطار والسيول على المكان هنا. وقبل بقى ما تتفرجوا على الوادي، تعالوا نشوف احنا أصلا وصلنا لهنا ازاي. مكان جامد جدا، أول مرة أجي بصراحة، تحفة يعني. هو بس الموضوع صعب شوية لغاية ما تطلع تيجي من ناحية الجبل وماشي كتير، انت اكيد شفت الموضوع ده، بس تحفة. يا ترى بقى رحلتك لنويبع تتكلف كام؟ ممكن تقول مثلا ان رينج ال 500 ل 700 عندك ليلتين مثلا اكوموديشن في كامبات. بتتكلم في الاوتيلات لا ممكن تعلى شويه، تعدي ال 1000 1200. هم 1800 على 3 ايام. رحنا قريه الصيادين، يعني قعدنا ليلتين في قريه الصيادين وبعدين مزارات بقى، ده شامل مواصلات. لو حبينا نعرف نويبع هنقول استرخاء ومناظر طبيعيه، بحر وجبال وديان جميله، هدوء وانعزال تام عن الزحمه والتكنولوجيا، وده اللي كلنا بنحتاجه من وقت للتاني. محمد علي، الحكاية، MBC مصر.